ناديلو اما ناديلو اما ناديلو حس الغالي برا وحس الغالي برا اول ما دخل فين اول ما دخل وين دخل على السيرين دخل على السيرين ها دخل على السيرين وين وين واتكل على الله واتكل على الله واتكل على الله واتكل على الله هنتكل على الله هنتكل على الله على الله هنتكل على الله بونجور دكتور هنتكل على الله افندم لا لا ولا حاجة كده ولا حاجة هو في حاجة ابدا انا كنت جاي اشوف حضرتك عايز حاجة كده ولا كده انا في خدمة حضرتك قصد يعني كلنا في خدمة حضرتك حاجة كده وحاجة كده هو يعني الدكتور هيكون محتاج ايه يعني او اي عريس بشكل عام ليلة فرحه غير الطمأنينة دنع الودود ولد اموت في الثقة في النفس اللي تأمرني بيه ما يأمرش عليك يا ظالم ولا عدو ولا حاقد ولا حاسد دكتور عمر يا دكتور عمر ايه ده دي مؤامرة دي مؤامرة عليا دي مؤامرة عليا يا ست انت مفيش لو سمحت فضل من هي دلوقتي انتوا مسلطين عليا ما عندكوش راجل في الاوتيل انا عايز راجل عايز راجل الطوارئ ولا جوله، احنا عايزين الدكتور عمر، هو اللي ماشي معاها من الاول. اباي ماشي معاها كيف يا خال؟ مش من يوم ما شالت وانت موديها له بيدك يا غنبور، وخلتها انكشفت على راجل. قبر يلم العفش، الكلام لاصول يا خال، اسمها متابعه. انت اللي هتعلمني الاصول يا ابني سريعه. ايش دخل امي بقى دلوك؟ اتكلم انت دكتور عمر حياه ابوك. مش هينفع حضرتك. مش هينفع كيف؟ هو قال لي اجي هنا في عيوتها وقت، واداني الجواب ده. يا فندم مش هينفع، النهارده فرحه، بس في اللي بيشتغل مكانه. حلو. خلي مراتك فرجة نجارة مصر يا ذاكر يا أولاد المحاريف ده أنا أولع عليكم في المستشفى دي كلها تعالي في إيه يا نبيلة؟ يا دكتورة في الصوت ضرب نار وفي بلطجية هجموا على المستشفى تحت بلطجية؟ انطقي هو فين؟ حاربنا مش فرجة رجالة مصر كل شوية انطقي هو فين؟ اعترف احسن لك اعترف ايه ده في ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ الحقني يا دكتور غازي ايه ده؟ مين دول وعايزين ايه؟ فين الدكتور عمر النواوي؟ انا قلت له فرحه النهارده ما هي قالت لك اهي وبعدين ومفيش دكاتره تاني غيره نزل الزفت ده انتوا فاكرين نفسكم فين؟ بقول لك فين الدكتور عمر النواوي؟ انطب بيتجوز اهو بلا عندك ايه مالك؟ يا حبيبي مالك انا في وشك ليه في حاجه بيقولوا الاب يوم فرح ابنه بيبقى مخطوف وشكله كده مش على بعضه وانا دلوقتي عندي نفس الاحساس يا عمر وانا ابنك برضه غصب عنك ابنك وغصب عني مش تربيت ايدك الواد خالد ابني جاب القساوه دي كلها منين سيبه يرجع مسير ويرجع محدش بيغيب على طول اللي زي عمره خلاص بقى وراه واللي فاضل منه ما يكفيش وحشني قوي تقولش كده اديك طول العمر ان شاء الله وحشنا كلنا طبعا مروق روحك انت وهو مقضينا حكايات وسايبيننا انا طالعيني معتينا فوق ما انا بنت البطه السوداء في العيله دي يا بنت البطه البيضة داخله بستريس ليه كده علينا كده ده يوم فرح يا اخوانا يوم فرحي وانا بتجوز كل يوم يا دكتور عمر ها
يا دكتور. ها؟ انت فين؟ ايوه ايوه ايوه. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو رمضان بدأ ولا ايه؟ بعد الايام يا عريس. بعد ان شاء الله ايه بكره الصبح. مين؟ الجماعه صمموا يجوا يباركوا لك. جماعه جماعه مين؟ جماعه مين؟ مبروك يا عريس. حراس جيبه. حراس مين؟ انا مش عايز حريس. هم يا ولد. عمر استني. رجاله مع بعض. يلا يا اختي. يا مدام منتظم. اول ما الناس تيجي على طول تحط لها. الحق يا مدام. في ايه يا مدهول على عينك؟ الحق العريس يا مدام. اخويا ماله؟ شد حيلك يا دكتور. شد حيلك يا زهير. شد حيلك يا زهيرة. وش يا دكتور؟ عايز اشوف الوضع عندك. يا دكتور حاولي. يا زهير. يا دكتور. اول ما الجنب يخش تنزل الوضع على طول. خير يا دكتور عمر. خير. ابوس يدك. احب على يدك. طمني يا دكتور. ان شاء الله خير. خير باذن الله. اهدى هقول لك. ابنك خلاص الحمد لله نازل بالسلامه والست في الافاقه الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا دكتور السعد والهنا. زغروطه يا مره منك ليه؟ شكرا شكرا يا حاج. شكرا يا حاج. ممكن اروح فرح انا بقى؟ كتاب الله لا نشيلك لحد هناك. لا والله ما في داعي. والله العظيم ما في داعي. شكرا شكرا يا حاج. صل على النبي. خلاص يا ولد خلاص. شكرا. ما صحش برضه تسيبه المدام لوحدها ولا ايه؟ حاجه علينا يا دكتور. بس انت عارف ان روحنا كانت في يدك. كلنا روحنا بيد الخالق سبحانه وتعالى. صح سبحانه وتعالى. زغروطه يا مره العريس فيها. بس يا ولد نزل البندق. ولدي معلش يا عريس. قدرك ان الناس تحبك. الحمد لله الحمد لله. يا مستنيينك النهارده يا دكتوره. ما تاخريش بقى الفرح. اكيد ده اليوم اللي كنا بنستناه. اكيد اليوم اللي كنا بنستناه. ازاي يعني؟ مش مرتاح لها انا خالص يا ست دي. ده اللي خلينا نقول لها انا بعد الفرح اصلا. الفرح. لا ما شاء الله. انا مش مصدقه عينيا. مش مصدقه عينيك عشان كده. عينيك عايزه تعيط. لا يا عمر دي نوع الفرحه. انت عارف انا حاسه ان انا العروسه النهارده. انت لو بطلت العياط والدموع دي هتبقي احلى من مليون عروسه. يلا يا واد يا بكاش. خلاص بقى العروسه نشفت من الانتظار. يلا روح كمل لبسك. حلوه نشفت. حسستيني انك بتتكلمي على طبق باميه بايت. ولما الصلصه تنشف بقى يا عروسه. لا مين ده؟ ده انا نادر عليا اليوم ده. ده انا مستنياه طول عمري. تعالى معايا. تعالى. بنفسي؟ طبعا بنفسي. امال ايه؟ يا سلام. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حلوه البتاعه دي؟ يا خرابي. قمر بسم الله ما شاء الله. انت عارف يا عمر برغم ان ربنا حرمني من الخلفه بس طول عمري بعتبرك ابني اللي انا ما خلفتهوش. كل كنت ما اشوفك كده مع واحده من الاشكال اياها كان قلبي بيتقطع عليك. مقضيها انت كنت كل يوم مع واحده واحده كل يوم مع واحده. خلاص بقى قلنا تبنا الى الله. تبنا الى الله. الله اكبر. اللهم صل على النبي. دي حلاوتك يا جابر. ربنا ليه تنشف زي الست اللي نشفت جوه دي. خساره خساره في اهل العروسه يا اخويا. كده مناخيرهم فوق كده في السماء وطعم كده كلامهم سايح كده ونايح زي طعم السمنه بتاعت الاوتيل اللي هنا. ده رخمين قوي. لحقتي تقلبي؟ ده انت اللي مختاراه. ما هو ده اللي مسكتني كده. انت ساكته. اه ساكته بقى. العريس العمر ده. يا خلاص يا ناس. عريس عريس. مين ده؟ يا ابني اختك المصونه. إيه؟ عريس عريس بت. إيه؟ انا مش قلت لك بلاش العريان ده يا بت قبل كده؟ في ايه يا دينا؟ احنا فرح يعني ما تفكيها شويه. وبعدين تعالي شوفي عروسه اخوكي يعني لابسه ايه. عروسه اخوها لابسه ايه؟ لابسه ايه عروسه اخوها؟ كورنيش مفتوح رايح جاي يا برنس. كورنيش مفتوح؟
رايح جاي يا برنس. قمر يا اخواتي قمر قمر مانيكان، ايه الجمال ده كله؟ حلوه زي ماما بس حاساه قافل الصدر زياده شويه. لا لا تحفه، ده ديزاينر ما عملش منه الا نسخه واحده وخلاها باسمك. كان نفسي يكون مني فوق الركبه. لا 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 بقى ده يبقى سكسي قوي قوي قوي، والعريس ايه يجي له هوس. الله 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 الله. هو حد قال لك يا هانم ان الزفه على البلاج؟ مالك يا بيبي في ايه؟ بيبي انت بتقول لي بيبي؟ استغفر الله، ردي يا حاجه، بتقول لي بيبي؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اسمعي يا حبيبتي، الجوازه دي تمت لما عدتي على الجهاز، عدتي مره واثنين وثلاثه يا حبيبتي، ومفيش اي حاجه بصراحه صفرت يعني، انما دلوقتي تطلعي مخبيه استغفر الله العظيم كل الحاجات دي يعني؟ لا لا لا، جهاز ايه ومخبيه ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. وبعدين ايه السبحه دي كلها؟ سيبك من السبحه، ده احنا بنتكلم في السبحه. ردي على الحاجه يا حبيبتي، الجهاز ده جهاز الاختبارات. ايوه كده، انت فاكره ان كل حاجه بالسهل يعني؟ بصي سكي حاجه بعد اذنك. هات شوفي بقى. بصراحه يا بنت الناس، انا متجوزك بعد استخاره. ايه الكلام اللو ده اللي انت بتقوله يا عريس؟ لو ايوه لو. لو ايه وهاي ايه؟ خليكي انت اون ذا سايد يا حاجه، وانت بالنسبه لك لوكات مين؟ الفستان ده تلبسيه لما تكوني متجوزه عيل من بتوع الساحل، عيال الفورمه اللي بتسقط بنطلونها ويدق تاتو، انما انا نو نو. جرى ايه يا بيبي؟ من امتى وانت كده؟ من الليله وكل ليله، يعني عرض مستمر. وانت جاي تصوب على حظي انا؟ ما انت كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. كنت كويس وكنت سامع عنك كلام حلو كتير. عمر لا ولا ايه يا حبيبتي؟ ومصحف لا نو 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 والله ابدا. لا كان كويس، كان كويس. انا سامع عنه كلام حلو كتير. سامع لما تبنى الى الله يا ماما، تبنى الى الله. استغفر الله العظيم يا رب. اسمعي يا بنتي، اسمعي يا بنتي، نبقى نستر نفسنا كده بدل ما يبقى في كرسي في الكلوب النهارده. ها قلتي ايه؟ ايه